محام يفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير سما المصري، عليها حكم تاني. مع تطورات أزمة الفنانة الاستعراضية سما المصري، علق المحامي سمير صبري على الواقعة الخاصة بإلقاء القبض على الفنانة سما المصري قائلا: أقل شيء وإن كان جاء متأخرا هو القبض على سما المصري، مؤكدا أن سما المصري تدعو إلى الفسق. وأضاف صبري خلال حواريه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج خط أحمر المذاع على فضائية الحدث اليوم أنه لديه حكم صادر ضد سما المصري باستبعادها من انتخابات مجلس النواب لسوء أخلاقها، وكان حكما تاريخيا لسوء السمعة. وتابع: سما المصري عمرها ما كانت من الجمالية، وكانت من إحدى قرى الشرقية، مستكملا: أنا مش بخاف من سما المصري ومش بخاف إلا من ربنا. معلقا: سما المصري دون المستوى والحكم بسوء سمعتها يكفيني. وفي وقت سابق كانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة على الاتهامات التي وجهتها للمتهمة سمية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري، والتي أمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة لسما المصري نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علنية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة. وفي أقوالها نفت سما المصري مسؤولياتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سرق الهاتف في شهر يونيو من عام 2019، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس. كما أضافت أن نشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع إنستغرام غير قاصدة ربح من ذلك، نافية ابتداء نشرها أي مقاطع صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعين المذكورين. وذكرت النيابة العامة أن المتهمة عادت في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام، وقررت بإنشائها واستخدامها منذ شهر مضى حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى لوبس، تجري عبره بثا مباشرا لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، كما تجري من خلال لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صورا خلاله وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق إنستغرام كدعاية لظهورها بتطبيق لوبس، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث والتصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة مع متابعيها.